المباشر هير رابط نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا الدورة الثاني 2022 برقم القيد عبر رابط موقع منظومة الامتحانات لم تهات له. نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 الدور الثاني أو نتائج التعليم الأساسي ليبيا جميع المحافظات الشرقية والغربية. لقد ازدادت عمليات البحث عن موعد ظهور نتائج امتحانات التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022 ليبيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية mo.gov.ly، حيث كشف الوزارة أن موعد صدور نتائج الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي للطلاب في الخارج 2022 مطلع شهر نوفمبر، وذلك بعدما يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه دون المغالطة والتأكد على مراجعة كافة نتائج الطلاب في التعليم الأساسي قبل الإعلان عنها. وعبر السطور القادمة سوف نوفر لكم كيفية الحصول على نتائج الدور الثاني الشهادة الإعدادية ليبيا دورة ثاني 2022. نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 الدور الثاني. في إطار حرص موقع البيان نيوز على توفير كافة المعلومات التي تدور عن صدور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا الدورة الثاني 2022 جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن ظهور نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا الدورة الثاني والشهادة الثانوية لطلاب الخارج 2022 اليوم الموافق 2 شهر نوفمبر عبر موقع بوابة منظومة نتائج الامتحانات الليبية، وذلك في موعد الساعة 10 صباحا. اضغط الرابط اللي في وصف الفيديو هيودينا مباشرة للصفحة دي. هنبدأ نكتب رقم الجلوس ورقم القيد ونضغط على عرض الدرجات، وان شاء الله النتيجة تظهر معنا. رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا الدورة الثاني 2022. يمكن لجميع الطلاب الغير موفقين في الدور الأول وتقدموا للأداء امتحانات التعليم الأساسي ليبيا جميع المحافظات الدورة الثاني 2022 التوجه إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الليبية أو منظومة الامتحانات الليبية. الدخول إلى الموقع نتائج التاسع أو الشهادة الإعدادية ليبيا الدورة الثاني 2022. أول على وزارة التربية والتعليم في ليبيا. النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية. كتابة رقم الجلوس أو رقم القيد. ثم النقر على عرض النتائج وسوف تظهر نتيجتك أمامك. ولقد تم تكريم 10 الأوائل من طلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية في الخارج وحثهم على مزيد من التفوق، ومن هنا يمكن الاستعداد والتقديم في الجامعات الحكومية. أنا بالنسبة لطلاب الدور الثاني من الشهادة الإعدادية الدخول عبر رابط منظومة الامتحانات الليبية والتعرف على درجاتهم في جميع المواد الدراسية التي تم الرسوب بها، وتعد نسب النجاح أفضل من الدور الأول.